واخر يقول التهنئه في العيد اي عيد الفطر وعيد الاضحى وما يفعله الناس من المصافحه او الالتزام او التعانق والرسائل بعد صلاه العيدين حتى ولو كانوا معا قبل الصلاه، هل لهذا اصل؟ وان كان لذلك اصل فما هي الصفه الصحيحه؟ ما اعلم لهذا اصلا. كان السلف يهنئ بعضهم بعضا، تقبل الله منك، تقبل الله منا ومنك، فاذا قابله صلاه وقال تقبل الله منك وعلمه مبارك فلا ياتي باسا. هذا من العهد الاول، بارك الله لك في العيد او تقبل الله منا ومنك، كلمات نحو هذا لا باس. اما المعانقه فلا، ما نعملها اصلا، لكن معروف للناس ما بينهم اذا تقابلوا، والا تركها اولى، تكفي المصالحه او الدعاء بالقبول عند اللقاء يكفي.